تبقوش صحاب؟ السؤال بطريقه والله وليه نبقى اصحاب يعني؟ يعني هو ده مثلا مش هبقى صاحبه غصب عني. على غير مفهوم او انتوا ما بتتكلموش مع بعض ويعني قيله عمرنا ما اتكلمنا مع بعض. على فكره دي معلومه لازم الناس تعرفها. هنيدي كنتوا اصحاب في فتره. هنيدي كان يشرفني ان يكون صاحبي يعني يعني لحد يفتكر ان انا اقصد حاجه. انما هنيدي شلته غيري خالص يعني او اجواءه غيري يعني. هنيدي ما حصلش بعيدا عن الفيلم ان انا رحت له حته او هو جالي حته يعني. عزمك في فرحه ولا كان المفروض تيجي ولما ما جيتش قال لك من هنا. ده كان الزعل ما بينهم وبين بعض. بحلف لك يا ياسمين لما اقول والله ما حصل انا ما حدش عندي هصدقك اكيد طبعا يجبرني ان انا احلف اساسا. طب مين اللي طلع القصه دي ان هو زعل انت ما جيتش فرحه قصص ودي دي قصص وانه في عبده انقذت له الموقف. في كتب قصص خاصه لكن ده ما حصلش خاصه لا ما حصلش ولا عزمك ولا انت اعرضت ان انت تروح له. بحلف بالله العلي العظيم ما حصل. طب مصدقك ليه طول الوقت الناس حاسه ان انتوا المفروض تكونوا اصحاب اشتغلتوا مع بعض فيلم حلو. الفيلم بيقول كده. ايوه بس ده مش موجود في الحقيقه. وانا اللي كاتب الفيلم انا واحمد البيه. يعني احنا بننشر بين الجيل بتاعنا وفي البلد وفي للناس وللشباب وللجيل بتاعنا كله المعاني الطيبه دي. مظبوط. انت عملت بيها عملت ما عملتش انا مش مهم.